صباحكم الله بالخير والمحبة أحبتي مشاهدي ومتابعي شاشة زاغروس الفضائية، وأهلا وسهلا بكم في جولاتنا الصباحية اللي طالما عودناكم أن تكون في أماكن مختلفة ومواضيع مختلفة. جولتنا لهذا اليوم راح تكون من داخل شارع الصدرية، طبعا سمي هذا الشارع باسم الصدرية نسبة إلى جامع صدر الدين. اليوم راح ناخذكم بالجولة من أكثر الشوارع المكتظة في المنطقة في العاصمة بغداد عفوا، شارع تجاري بحت، يعتبر من المناطق الجملة اللي تكون بأسعار زهيدة، بالتأكيد الناس تقصدها وتجيها من أجل التسوق والتبضع. أول ما نبلش ويا الأخ هنا نقول لكم يابا صباح الخير. صباح النور. شلون صحة؟ والله الحمد لله. شو اسمك؟ مصطفى. صوفي. اسم حضرتك؟ علاء أبو حسن. علاء أبو حسوني. أولا احنا نريد نعرف حركة السوق، طبيعة التسوق بهاي المنطقة شلون نشوفها؟ أوش الحمد لله وشكر على كل حال. زين. وهسه التسوق هسه السوق مو ذاك السوق القوي. ليه؟ سوق تعبان. شنو السبب؟ سوق من وراء الرواتب. زين. من وراء الوظيفات. زين. الرواتب والوظائف شنو مشكلتها؟ مشكلة طبعا. مثلا الرواتب إذا توزعت انفتح وظائف راح يقوم يعطون رواتب، صح لو غلط؟ صح. يقوم السوق يقوى. صح. عندك. والثانية شغلة الورقة. شغلة الدولار. الدولار هسه غالي. من يغلى الدولار السوق ينتهي. صوفي وياك، بس الدولار يعني أثر على الطماطة والخيار والبوتيتا تقريبا كل عراقي. على كل شيء أثر. على كل شيء أثر. زين. إي طبعا يأثر. زين هسه خلينا نقول من كان الدولار قليل وهسه زاد. كيلو الطماطة بيش كان وبيش صار مثلا؟ شنو أوجه الاختلاف؟ الاختلاف من صعد الدولار البضائع كلها صعدت. بيش كانت الطماطة وبيش صارت؟ كان اكو ب 300 بربع 350 هاي درجة أولى. هسه من صعد الورق الطماطة هسه عندك ب 600 650 يومات يوصل ب 800. زين البقال من يجيبها بيش يبيع. مين تجيب بضاعتك؟ بضاعتنا نجيب من العلوات. علوة ما دورة لو يوش فيها لو عدك جميلة. هذين العلوات. وكله محلي ماكو مستورد؟ لا اكو مستورد. لا طبعا اكو مستورد، اكو انواع واشكال. اكو حتى طماطم، اكو بتيتا، خيار، حامض، ذني سلطه، اكو مستورد، ليش ماكو؟ بس اكيد العراقي يكون افضل؟ اي طبعا افضل، اطيب وافضل، حتى بالسعر النوبات يجي افضل. اكيد. صح. اي. آية الرزق ان شاء الله. شكرا جزيلا لك يا حبيبي. رحم الله والديك على الراس حبيبي. حبيبي على عمري. احبتي المشاهدين، اول ما بلشنا ويا اخونا مصطفى تحدثنا عن موضوع الخضرة بشكل عام، انه الخضرة كذلك تأثرت موضوعة ارتفاع سعر الدولار، زادت الاسعار، فهذا ادى انه السوق ينخفض. نشوف الاخوان هنا. صباح الخير. شلون الصحة؟ شلونك حبيبي؟ الله يحفظك. اسم حضرتك؟ احمد. حمودي. ايش تسوي هنا؟ جينا نتريق اقول. الف عافية. انت من وين؟ من هنا من صدرية ولا من وين؟ لا مو من الصدرية، لا من الدورة. انا من الدورة؟ نعم. زين. الصدرية مثل ما نعرف من أكثر المناطق بالعاصمة بغداد مزدحمة، والناس تقصدها من جميع المناطق والمحافظات. مركز تجاري. مركز تجاري. أنت شغلك هنا لو جيت لو شنو السبب؟ لا كان عندنا شغل هنا اللي غاد، ومرينا من هنا تريقنا ونرجع دوامنا. إيش تعني لك الصدرية؟ يعني من مناطق بغداد القديمة ومنطقة مركز تجاري وكل شيء متوفر بها. شكرا لك والف عافية يا حبيبي. حياتي. الله يسلمك. شلونك ضلعي؟ لا ما بدي اسألك سؤال، شلونك؟ بالجواب. شو اسمك؟ ميثم. شاي هم صعد سعره بارتفاع سعر الدولار؟ لا شنو السالفة؟ هو على ربع. والله. زين، شلون اليوم نشوف الحركة، حركة الزبائن الناس؟ تعبانة. شغل ماكو. يعني الصدرية حركة فيها تعبانة؟ تعبانة مو مثل قبل. من وراء الورق. الدولار ايه بهذا العالم يتعب العالم الدولار، يعني ما عنده ما يقدر يجيز او يتريق او ما ادري شنو او يطلع. اي يعني تعرف انت الشغل كله حاليا واقف، يعني ماكو من وراء الدولار. هو الدولار هسه يلعب دور بالشارع كله. شو تقدمون ريوقات هنا؟ هنا اي شيء شنو اللي تطلبه النفس موجود بالصدر. والله يعني على قيامر على كاهن مخلمك مشاوي حتى العالم ترى بالاربع الصبح تضرب قوز وتشريبه. اي هاي موجود العشاء ببالك من عراقي يدور دس انا مال كله دق. اي هاي معروفه. ايه الله يرزقك ان شاء الله. شكرا جزيلا. تسلم رحمه على حبيبي. فرصه سعيده بالقلب. حبيبتي المشاهدين جولتنا مستمرة إن شاء الله من داخل منطقة الصدرية، نتعرف أكثر عن كل التفاصيل. صباح الخير. شلون الصحة؟ شلونك عمو؟ هلا بيك عمو. شنو اسمك؟ صباح خيوم. على راسي عمو. شلون الشاي هنا؟
مخبل والله. ايوه زين، شنو السبب اللي يخليك تجي للصدريه؟ والله منطقه شعبيه وبيها اسواق حلوه، المخضر الفواكه تمام، وهاي الناس القدماء تشوفها زين. اي عادي تغير. زين الصدريه، خلينا نحكي من طفولتك وشبابك واليوم، شنو الاختلاف؟ والله انا طفولتي مو هنا وشبابي مو هنا. بعد وين كانت؟ كنت بالعماره. اها على راسي. ايش تعني لك الصدريه اليوم؟ والله الصدريه قلت لك اجواها حلوه، تحس الناس تشوف العالم، ناس كلها كبار قدماء، واسواقها حلوه، اكلها طيب. والله ايش تريقت؟ والله تريقت عند هذا جاسم عوز كبه وبيض. الف عافيه. انت ايش تريقت؟ والله انا ما تريقت، انا فتت منها وشفت صديقي وقعدت يمه. على راسي. اسم حضرتك؟ انا دكتور رحيم. على راسي دكتور. دكتور ايش تعني لك منطقه الصدريه؟ والله حلوه، يعني المناطق الشعبيه كلش حلوه، يعني هي تاريخ العراق، تاريخ بغداد كلش جميله، على طول احنا نجي منها، حتى اذا ما عندنا شغل نجي نتمشى نشرب شاي ونرجع. شكرا جزيلا لكم، الف عافيه. شكرا. نتاكد مستمرين بجولتنا من داخل منطقه الصدريه. طبعا الاجواء كلش حلوه هنا، خاصه من تحكي مع كبار السن اللي يحسون بالحنين لهاي المنطقة، كونها منطقة تراثية قديمة فعلا هي حلوة، وهنا الأجواء جدا جميلة مع ناس بسطاء، تشوف الحركة والأجواء على الرغم أنه الحركة صارت أضعف من قبل، لكن تبقى صدرية حلوة والأجواء بها حلوة. ولو أنت مشغول بس الله يساعدك. بعد روح على شونك قلبي. عيوني. حركة شونها، سوق شونها. والله النعمة الحمد لله والشكر. خير من الله. أخيرا واحد يقول الحمد لله والشكر، لأن يعني الكل تقول السوق تعبان. والله نص ونص، مو سوى مو سوى. اي بالله. زين شنو اللي تسوي هسه انت؟ والله جاي صاعد جيمر عرب كلش تمام. هذا الجيمر يوم بيومه لو شلون؟ كله يوم بيومه اول باول. حلو. مين تجيبه؟ من الحل من السده، جيمر السده درجه اولى. جيمر السده، يعني نقدر نقول انه اجود انواع الجيمر يكون بالحله؟ اي صحيح. شنو السبب؟ جيمر السده. ليش؟ والله هم هلا ما اعرف صراحه. كلش تمام. الاسعار ها شلون؟ بس هي اسعار ماشي يعني بالعراق، القمر السد رقم ايه واحد عراق مثل على مستوى واحد عراق. زين انتوا سبيش تبيعون النفر؟ كاهو قمر 3.5 وعندنا يعني وزن، من عندنا الربويع 7 لفه بليف. لفه بليف قمر كلش تمام. الله يرزقكم ان شاء الله. شكرا جزيلا جميعا ان شاء الله. الله يخليكم. وسهلا. زي ما قلت لكم الأجواء جدا جدا ممتعة، أكيد أغلب العراقيين سواء من بغداد أو من المحافظات زارين منطقة الصدرية، واللي مزايرها عمره خسارة، لازم يجي خاصة الصباحية فترة الصبح ويستمتع بأوقاته في منطقة الصدرية. اسم حضرتك قليبي؟ والله علاوي. علاوي شلون سوق؟ اسم الحمد لله. شلون سوق علاوي؟ شلون؟ والله السوق الأيام تعبان. ليش؟ كلش ما أعرف. يعني هم عمود الدولار لو على مش شنو؟ هو طبعا على الدولار. بالنسبه للكباب واللحوم اللي هي محليه مو مستورده، زادت راتب صعود الدولار؟ صعدوا اللحم. ليش؟ كله صعدوا ما اعرف. زين ادري هو محلي، شو العلاقه بالدولار؟ والله ما اعرف. يعني الخروف هو ينولد يمنا ويربى يمنا ونذبحه وناكله. زين بيش كان وبيش صار؟ شنو الاختلاف بالسعر؟ كان ب 15. زين. هسه كله ب 20 و 18. ايه. فاحنا نجيبه ما يصرف. زين انتم بيش كنتوا تبيعون نفر الكباب وبيش صار هسه؟ احنا كنا نفر ب 10 هسه ب 14. اي اي اللحم كله صعد ما يصرف. الله يرزقكم من اوسع ابوابه. وكنا عايشين هاي الحاله نقول الحمد لله وشكرا. الحمد لله وشكرا حبيبي. استريحوا حبيبي. اشكرك يا قلبي. حبيبتي المشاهدين طبعا الوقت يداهمنا، الوقت ضيق، كان بودنا انه اخلص لكم الشارع كله، شارع الصدريه كله، نحكي لكم يا الناس كلها، لكن مثل ما تعرفون عندنا وقت محدد، حاولنا نغطي لكم القدر المستطاع من داخل منطقه الصدريه حتى نوصل لكم الصوت والصوره اللي يحدث في منطقه الصدريه، ان شاء الله تكونون استمتعتوا بجولتنا لهذا اليوم ونالت اعجابكم واستحسانكم. بالختام كالعاده اقول تقبلوا تحياتي انا وتحيات كادرنا الجميل، والى لقاء اخر في امان الله.